السلام عليكم الجمهور الكريم، مرحبا بكم. نتواجدوا في دار السلام فئة الكبار اللي في التبوريده، والله يسهل ويجيب السلامة ويسهل الجميع، ومرحبا بكم. كانت هذه الهدى من طرف المقدم الكلي الشاكير. الان غادي ننتقلوا للصرفة الاساسية مع اداء التحية من طرف المقدم شراط عبد الفتاح. الان مناصر المقدم الشراط عبد الفتاح تمنوا لي السلامة وتيسير. تحية الله. كانت هذه التحية الخاصة بالمقدم الشراط عبد الفتاح. الآن غادي نمر للصربة الثالثة عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة، ومع أداء التحية من طرف المقدم بن خدة عبد الغني. الآن مع ناصر المقدم عبد الغني بن خدة تمنوا لي السلامة والتيسير. غني بالخطة. كانت هذه الهدى الخاصة بالمقدم بن خدة عبد الغني. وصلنا الآن للصربة الرابعة عملة كلميم جهة كلميم واد نون مع المقدم ناصح إبراهيم أداء التحية. أكا.
بقيت من الدار ابراهيم النصيحي تولى لي السلام والتيسير كانت هذه التحية الخاصة بالمقدم الناصح إبراهيم. وصلنا الآن الحضور الكريم للصربة الخامسة دائما فئة الكبار المجموعة الثانية ومع عمالة نواصر جهة الدار البيضاء ستات مع التحية الخاصة بالمقدم حارث عبد الله. عبد الله تشكر السلام وتشي سير هذه التحية الخاصة بالمقدم حارث عبد الله. وصلنا للصربة السادسة عملة وادي الذهب جهة الداخلة وادي الذهب مع تقديم التحية من طرف المقدم غفضاي ميلود. Thank you.
نقدم العوينة عبد الرحيم. كانت هذه الهدى الخاصة بالمقدم الغفداي ميلود. الآن غنتقلوا للصربة السابعة مع عملة أسفي جهة مراكش أسفي مع تقديم التحية من طرف المقدم بحلاوي شرف. أنا سنقدم البحلاوي شرف، نتمنوا لي السلام والتيسير. كانت هذه التحية خاصة بالمقدم البحلاوي شرف. الآن مع الصربة الثامنة عملة كرسيف الجهة الشرقية مع أداء التحية من طرف المقدم حيحيري. بعد مقدم شرف بحلاوي غنشوف هذه الصربة المقدم حيحيري. نتمنوا لهم السلامة والتيسير.
كانت هذه التحية الخاصة بالمقدم حيحي علي. الآن مع الصربة التاسعة والأخيرة فئة الكبار المجموعة الثانية عملت ستات ترجية جهة الدار البيضاء ستات مع تقديم التحية من طرف المقدم مهير البشير. أستاذ جعفري وحامي ديالنا والأيسر سنقدم ماهر بشير شنو السنة موشي السنة واتحني ودكتوري دوري إذن بعد الهدى حضرات غتبدا المسابقة بالبارود. نذكر فقط بأن التنقيط المخصص للهدى هو 25 نقطة بينما النقاط المخصصة للطلقات هي 25 نقطة لكل طلقة. ففي هذه التموريضة أو الطلقة فالنقاط المخصصة لها هي كما قلت 25 وهي مقسمة على الشكل التالي. أولا ثلاثة ديال النقاط على الانطلاقة الموحدة هنا تراعيو التوقيت والاصطفاف ثم 11 نقطة على السباق وفي السباق تياخذوا بعين الاعتبار السرعة ثم الاصطفاف أثناء الجري ثم تناسق ديال الحركات بين أعضاء السرعة وأخيرا 11 نقطة على الطلقة والإخراج ديال البارود بتكون في نفس الوقت جميع البنادق. جمهور كريم بارطاجيو معكم هذا اللايف و نذكروا بالحكام بكم شكرا سمحولي هذا اليوم راه هناك قرعه بالنسبه للحكام في كل يوم فالحكام اللي تيقودوا هذه المباراه ديال اليوم يتعلق الامر بالدكتور محمد رضا عبد الصادقي السيده حنان والحمص الدكتور عبد العزيز الزيوي السيد حراشي عزيز السيد ادريس الجابري وكحكم احتياط هناك شوقي بشير البوهري. إذن الآن غتبدأ المسابقة بالبارود والبداية دخول الصربة قد المقدم كولالي شاكير عمالة وجد أنجاد جهة الشرق. الآن أنا صرت أقدم الكولة للشكر نتمنوا لي السلام وتيسير
عنده أي تسنى حافظ والسلامات غد 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 والان دور ديال السوبرتي يقدر نقدم الشراط عبد الفتاح عمالة سخيرة تمارا جهة الرباط سناء القنيطرة والآن طور ديال السرفات يقدر نقدم بن خد عبد الغني عن عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة الآن عصر القدم عبد الغني بالخطة شباب السلام وتشيسير ديال الصفات يقدر نقدم من ناصح ابراهيم العمالة قلبي مشاهد هاد قلبي مود النور Thank you.
هاد الخيل زياد يشدو خيلك ها قدم ابراهيم النصيحه تقول لي السلام وش يصير قدم ابراهيم نصيحي علاش ديتي هاد اللقطه هادي راه معروف ومش جدودين هاد اللقطه واه اه هاي الحلال والآن طور ديال السرباط يكون مقدم الحارث عبد الله عملا نواصل جات الدار البيضاء ستات كامل اللي تفرج في السما كاين صور خطير باين كيف واو صور حس صوت الله يحفظك زيفاج الله يحفظك مرحبا بكم وجمهور الكرام مرحبا مرحبا بخوش من كتشبعوا هذا النقل المباشر بغينا نعرفوا باش قريبين هاد الصوره بكاملين راه من المغرب كامل يعني واحد من كيشجع العمل ديالو بغينا نعرفوا منين ومرحبا بكم الخوش عمر بصير لا مع راسه مقدم حارث عبد الله شكون السلام وتشي السلام افرقم دودام هاي شب والآن طور ديال السرباط يقدر يقدم الغفداء ميلود عملت واد الذهب جات الدخلة واد الذهب واش الخير بعدو صافي غير تشوير ياك ها التشوير اللي جاي فيها و واش كتخرج لا كانوا حبسوه وما زايره وقعت لا دابا كاين دابا هذا ولكن الاول ما بقاش ريقلو صافي صلاتنا زي سلا مرحبا بكم خريبكا جاجبني من الليل خنيفرة مرحبا بكم مرحبا سي يوسف اليوم قال لكم تشويكه ديروا ابوني تشويكه مرحبا بكم اخوتي ديروا ابوني سيمانه ديال الفراج ان شاء الله باذن الله ومرحبا بكم ديروا ابوني ديروا افينو والآن مع الصربوط يقود المقدم البحراوي شرف ياسين عملة أسفي جات مراكش أسفي كان معنا جمهور الكريم مقدم العويني عبد الرحيم العويني والآن معنا الصربوط مقدم شرف بحراوي ناس قلعة سراغنا تحية ناس إيطاليا تحية خوي جمال وأنوار قدم خويا ايوب تحياتي خوتي
11. تحية ناس إسبانيا سيمو خويا مرحبا. تحية ناس سلا مرحبا بكم. لمشتي كومونتير عاود الان معنا تربط مقدم شرف البحراوي جمال السلام وتشيسي وطور الآن في الصربات يقدم قدم حيحة علي عماد قرسيف جهة الشرقية شاهينا 16 تحياتي مرحبا بكم العز خويا مرحبا مرحبا بكم تحياتي خوش مرحبا بكم مرحبا بارطاجيو هاد اللايف ومابونيش في الصفحه ديال جيسي تشويكا لايف باش ابونا فيها ومرحبا خوش مرحبا والآن مع الصربة التسعة والأخيرة طلعت الحلفة المجموعة الثانية ويتعلق الأمر بالصربات يقدم قدم ماهر بشير عملة ستات جهة الدار البيضاء ستات بشير معايا تقول لي السلام وتشيسير جمهور كريم غنش اخر ضربة نقدم الماهر بشير في الانطلاقة الأولى من البارود وغندوزو الانطلاقة الثانية من البارود كي يكون معنا نقدم الكولة للشاكير في المرتبة الأولى والله يجيب السلام وتشيسر الجميع كانت هذه الحضور الكريم الطلقة الأولى الخاصة بماهر البشير ولكن كنا مع سلسلة الطلقات الأولى الآن غنتقلوا للسلسلة الثانية من الطلقات وغتكون أولى الطلقات لفئة الكبار المجموعة الثانية مع المقدم كولة للشاكير عملة وجد أنقاذ الجهة الشرقية الله
الشكية. كانت هذه الطلقة الثانية الخاصة بالمقدم الكولي شاكير. الآن غادي نمر للطلقة الثانية دمرة مع الصربة الثانية. الصربة من عملة سفيرة تمارة جهة رباط سلا القنيطرة مع المقدم شراط عبد الفتاح. هذه كانت الطلقة الثانية الخاصة بالمقدم الشراط عبد الفتاح. دائما مستمرين في هذه الكبار المجموعة الثانية المرة مع الطلقة الثانية والصربة الثالثة مع المقدم بن خدة عبد الغني عملة بني ملال جهة بني ملال خنيفة. مع صاحبي عبد الغني بالخدة تمنوا لي السلام وتشيسير. يا مريم حافظي وانت هاي مع الطلقة الثانية المقدم بالخدة عبد الغني. الآن غادي ننتقلوا للطلقة الثانية مرة مع عملة كميم جهة كميم ودنون مع الطلقة الثانية المقدم ناصح إبراهيم.
بسم الله شدوا الخير عليك دخل الراجل سلام المقدم ابراهيم مسيح شدوا الخير اسنادي واحد شو استخدام صافي شو سخنا والله يلا شو سخنا كانت هذه الطرقة الثانية لمقدم نصيح إبراهيم دائما مستمرين مع سلسلة الجمهور الكريم تفوز خوجة نشومة هذه المرة مع الصعوبة مرحبا بكم عملة نواصر جهة الدار البيضاء ستارت مع المقدم حارث عبد الله الناس قناد قناد ها اخي صلوا نقدم حارث عبد الله شكون السلام و تشيسي حاول تشوف لنا شنو الشاب لاو كانت هذه الطرقة الثانية لمقدم حارث عبد الله الآن وصلنا للصربة السادسة الصربة ديال المقدم غفطاي ميلوت اللي غيكون مع الطرقة الثانية عملة وادي الذهب جهة الداخلة وادي الذهب هذه الطلقة الثانية لمقدم غفطاي ميلود الآن وصلنا للصربة السابعة ونكون مع الطلقة الثانية المرة مع المقدم بحلاوي شرف الآن نكون مع الصربة المقدم شرف البحلاوي نتمنوا له السلامة وتشيسي تيجي غبرة تتحس بيه في عينيك تتحس بيه الله معك غبا
القاسم شرف البحلاوي شنو اللي كان موت شي ساعه راهي الحلايا واحد او حدك عمر كريم شد شد قال ابي دان بان هذه الطرقة الثانية لمقدم شرف الآن دائما في سلسلة الطرقة الثانية فئة الكبار المجموعة الثانية وصلنا للصربة الثامنة عملت قرسي في الجهة الشرقية مع الطرقة الثانية لمقدم حيحيري شنو لسه لموت شي زين يا حبيبي هذه كانت الطرقة الثانية المقدم حيحيري الآن وصلنا للصربة التاسعة ومع سلسلة الطرقة الثانية نكون مع عملة ستات الجهة جهة الدار البيضاء ستات مع الطرقة الثانية المقدم ماهي البشير بشير ما حد تقولوا لي السلام الطرقة الثالثة من البارود الأخيرة الله يجيب السلام وتيسير الجميع مرة أخرى دخول السربالتي قدر مقدم بكل لشاكير عمالة وجد أنجاد عن جهة الشرق الآن غاديكم معنا سربالتي نقدم الكولة لشاكير نتمنوا لي السلام وتيسير يوم تجي الجهة الشرقية
في المسلمات وادخل اخويا ادخل هني والآن دخول سربة قد مقدم الشراط عبد الفتاح. السربة هذه عن عمالة تسخيرة تباراجة الرباط سلام قنيطرة. الآن أنا سربة تقدم عبد الفتاح الشراط تشملوا لي السنة موتشيسيا والآن غيكون الدور ديال السربات يقود مقدم بن خدة عبد الغني. السربة هذه عن عمالة بني ملال جهة بني ملال خنيفرة. الآن غيكون معنا السربة مقدم عبد الغني بن خدة نتمنوا ليه السلامة وتشيسير. والآن دور ديال السربانت يفضل مقدم الناصح إبراهيم عمالة تقول ميم جهة تقول ميم واد النون.
بسم الله ابراهيم المسيح نور السلام وتشيسر شدوا الخيل اسمعني حبيبنا والآن طور ديال الصربة في قدر مقدم الحارث عبد الله عمالة نواصر شاف الدار البيضاء الصاد حسين تحية لجغو تحية لشي خويا جغو قدم جغو حدثيك شي من الان معنا نصر بنقدم حارث عبد الله نتمنى له السلامه وتشي سير عمر بن سعيد حفظ الله فر الله فر الله والآن الدور ديال السرفات يقدر نقدم غفدين ميلود عملة واد الذهب جهة الدخلة واد الذهب ديال الصوفة ديال القدم البحراوي شرف عمالة أسفي جات مراكش أسفي الآن ما نصر القدم البحراوي شرف شنو لسه نموت شي سير سوف نقدم
راهي وخيلايه هاني وخيف هذا الشرف شنو لي سلام وتشي سي راه وحده وحده عمر طيب شاب شاب اهل حب الله اهل والآن مع الصفة ديال المقدم حيحي علي عماد قرسيف جا الشرقية ممكن نبقى جوج صربات وتنتهي المباراة قال ما تيقرش انا حتى كاين الدير اخيرا ان مع الصرفه ديال المقدم ماهر بشير عملت ستات جات الدار البيضاء ستات جمهور كرام اخر صربه بقات معنا ديال المقدم البشير ماهر نتمنوا له السلامه والتيسير والله يجيب السلامة وتيسير الجميع وغدا ان شاء الله مباراة وبقاو معنا وديما نعطيكم جديد واللي ما ابونيش في هاد الصفحة يش ابونا فيها وبارطاجيو واش ابونا باش غدا يوصلكم الجديد يا جمهور الكريم ومرحبا بكم قدم البشير معايا بشر ماهر جمهور كريم السلام عليكم ورحمة الله